تشيل الباراجراف ده من هنا تنزليه تحت. تمام. وتبيعيها من الاول. تمام. هتبقى احسن. اوكي. وين الورقه الثانيه؟ انا اسفه جدا يا مس حوريه على التاخير، بس اضطريت اعدي على البنك الاول. تاخير ايه؟ احنا ما عندناش اجتماع النهارده. انا نسيت ان احنا اتفقنا ان احنا مش جايين النهارده، معلش حقك عليا. لا لا ولا يهمك. صباح الخير. اهلا. صباح النور. صباح الخير. انا كنت عايزه اقول لك ان انا ما كنتش بشترك في حفلات ومسابقات المدارس عشان المستوى الرديء اللي كنا بنظهر بيه، بس السنه دي هشترك وبقلب جامد على حس وجودك معانا. يعني نقدر بقى نقول مبروك مقدما. انا اتمنى يعني ان انا اكون عند حسن ظنكم. فعلا انا قلبي حاسس ان احنا هنقول مبروك قريب، صح؟ مدام دليله، انا كنت جمعت الصور المطلوبه عشان نشاط الكمبيوتر، فانا بقول يعني نروح دلوقتي على المكتبه عشان نلحق نطبعهم بسرعه، مش ما نتاخرش اكتر من كده. دلوقتي؟ يا دوبك تلحق عشان بتقفل بدري، لسه في وقت. عن اذنكم. عن اذنكم. اتفضل. ثانية واحدة بس، شوية شوية شوية، استني. ممكن أفهم إيه اللي إحنا بنعمله ده؟ إحنا لسه عملنا حاجة، أنا قصدي يعني إحنا فعلا خارجين عشان النشاط. أحمد، وأنت كتبت الكذبة وصدقتها؟ كذبة إيه؟ يعني إحنا فعلا بنعمل نشاط أهو، بنتمشى مع بعض، نقرب لبعض، نتعرف. بص يا دليل، أنا مش عارف أقول كده إزاي، بس ممكن تعتبريني واحدة من الماميز. غريبة أوي. تخيلي كل ما بفكر في الموضوع ده بحس ان مفيش ولا واحده فيهم تنفع انها تبقى صاحبتك. لا بالعكس، على فكره كلهم لطاف، المشكله فيا انا ما بعرفش اصاحب حد غير لما يعني يبقى في بينا حاجات مشتركه واعرفه كويس، ما باخدش على حد بسهوله. ممكن نبقى اصحاب؟ مش عارف، يعني حاسس كده ان في حاجات كتيره جدا بينا ممكن تبقى مشتركه. اديني بس الفرصه وانا مش هكسفك خالص. ها قلتي ايه؟ ممكن نبقى اصحاب؟ يا سيدي بالراحه، وانا طول مين اللي بيتكلم؟ يعني ميس قالت عادي ان اعيد الامتحان؟ هي قالت هتعيد لكل اللي غاب، وممكن ابعت لك الخدمه على الواتساب. طب ماشي، ده حلو قوي ده. حاول تعرف منها اي حاجه كده، اي حاجه. حاضر. روح. رقية، كنت عايز اسالك سؤال كده. ايه؟ خش في الموضوع، خش في الموضوع. حبيبي. تاخد؟ دلوقتي ماما كانت بتقول انها طنط غدا موجوده؟ موجوده. لوحدها ولا مع حد؟ نعم. ولا حاجه، بصي في سلام. عرفت حاجه؟ يعني لو كانت عندهم كانت قالت لي. هتكون راحت فين بس؟ طيب انا هقوم احضر لكم الغدا، كفايه انكم ما فطرتوش. بقى ماما بقى فتح كانت سوريني. برضه فتحتي الموبايل؟ يا غادة، ولادي صعبانين عليا قوي. يا شيرين، ما تضعفيش بقى، انت كده اللي هتضيع حقك بايديك. ما ترديش ما ترديش يا بنات. نعم. خشوا كملوا مذاكرتكم في الاوضه، ولما الاكل يجهز اندهلكوا تعملوا بريك. حاضر. اوعى تردي. سيبي الموبايل بقى. استني، دي مسج. ده جروب الماميز، مدام دره بتاكد على عيد ميلاد مروان. حلو كده، تمام قوي. احنا ننزل نغير جو، وبالمره نشوف ايه حكايتهم دول، هيرجعوا لبعض ولا ايه؟ شفتي احنا شفتي ولا الستات القوايه يا بنتي؟ شوفي الستات القوايه بتعمل ايه. بمزاجها ترجع وبمزاجها تسيبه. تعلمي. نعم انا بتعلم.